أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب همام حمودي أن القرار البرلماني بشأن إعادة عملية العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع لا يستهدف أحدا من الكتل أو الفائزين بقدر ما هو ترصين وتعزيز للعملية والتأكد من عدم وجود أي خروقات أو اختراق في عمل أجهزة التصويت الإلكتروني الانتخابية. وقال حمودي في بيان أورده مكتبه الإعلامي أن جميع الكتل السياسية عليها الوقوف مع الطعون المقدمة من النواب بخصوص نتائج الانتخابات، لافتا إلى أن تمسك المفوضية برفضها العد والفرز اليدوي يعزز الشكوك الموجودة لدى بعض الكيانات السياسية بشأن حياديتها ونزاهة النتائج المعلنة.